السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه سهله حلوه بدون فرن. وغنحتاجو الشوكولات الابيض، ذوبناه في حمام مريم، كناخدو كنديرو في كاسرونه وكنزيدو شويه ديال الزيت حتى كيذوب، كنحصلو على هاد النتيجه. وعندنا قالب ديال السيليكون على شكل دائري، غنعمر هاد القوالب ديالي بالشوكولاته الابيض. ندير كل دائره ندير معلقه واحده ديال الشوكولاط، كما كتشوفوا انا عمرت القالب ديال السيليكون ديالي كامل بالشوكولاط. دابا غندخلو الثلاجة يبرد. دابا غندوزو للحشوة. الحشوة عندي فيها زلافة ديال الجنجلان محمر ومطحون، طحنتو مزيان ولا بحال البودر. عندي هنا نص باكية ديال البسكوي ديال ماريا، هرمشتو شوية وبغيت يبقى مهرمش. كما كتعرفش داك البسكوي ديال ماريا هو هذا، درت نص باكية. عندي علبة ديال نيستلي حليب مركز محلى ماشي كراميل، حليب. عندي هنا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزبده دايبه باش نخلط هاد الحشوه. دابا حطيت هنا الجنجلان ديالنا، غندير عليه بسكوي نخلطهم. غنبدا نزيد الحليب شويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه، تولي ليا بحال العجينه. اللي ما متوفرش عندها الحليب تقدر تجمعوه بالعسل، العسل والزبده حتى هو يقدر يجمع لهاد الحشوه تولي بحال العجين. كنخدم بيدي باش نعرف واش كراميل، واش هاد الحليب مركز محلى كافي. ندير شويه تاع الزبده، غنستمر غنبقى نزيد شويه بشويه الحليب تتكون عندي عجينه. زدت مازال غير واحد معلقه واحده ديال الحليب المركز المحلى صافي. اي فكت كنديرو كوره كنحسو بها تتجمع صافي، راه ولات مزيانه للحشوه. دابا كنحط نديرو كوره صغيره. ها هو الشوكولاط ديالنا برد، كنشوفو الحشوه شحال تاخد لنا. غندير الكرة شوية. هاد الحشوة ماشي ضروري نديرو فيها الجنجلان، بغيتو تعوضو الجنجلان بالكوك طحنوه شوية وتحمروه حتى هو تيجي زوين. تعوضوه بكاوكاو حتى هو تحمروه طحنوه حتى هو تيجي زوين. اللوز اللي متوفر عندك في الدار، حشوة بنينة واخا حلوة ولكن راه زوين بنينة.
ما عندوش المول ديال السيليكون يقدر يديرها غير كرات ويغطسها في شويه ديال الشوكولاط. ها المول ديالي دابا راه وجدته، ها هو عمرته كامل بالحشوه اللي عندي. بقات عندي حشوه اخرى، بالحق تيبرد هذا ونخويه ونكمل الحشوه المتبقيه. خرجت الحلوه دابا من الثلاجه كما كتشوفوا، انا حيدت شحال من حلوه من القالب، كتحيد بسرعه. انا درت هذا السيليكون درته في المجمد باش دغيا تجمع ليا. تحيد بسهوله. كتشوفوا الحشوه تماسكات، الشكل كيجي زوين. كتشوفوا انا حيدت دابا الحلوه كامله من القالب، دابا غنعاود نعمرهم ونخشيهم في المجمد. غنشارك معكم فكره ثانيه، اللي ما عندهاش المول ديال السيليكون تقدر تستعمل هاد الكورطات هما هادو، نفس الحشوه اللي درت قبيله. الشكلاط اسود، هاد الشكلاط هو اللي شاط ليا من الحلوه ديال رافائيلو، استغليته كما كتشوفوا. الكرات شديت العجين كامله، درت لها كرات صغار على قد كورطات ديال الحلوه اللي عندي. كنغطي هذه الكره كامله بالشوكولاط. ديما كنستعمل هذا الورق ديال الفرن، كيسهل عليا نحيد الكره واخا تلصق بالشوكولاط. ماشي الا درتها، الا درت الكره نيشان في البلاطو كيصعب عليا نحيد الشوكولاط ملي تيكرم. نشارك معكم واحده ثانيه. دابا هاد الكرات تاعي يبردو، يشد الشوكولاط، يشد فيهم الشوكولاط مزيان يبرد. ديك الساعة ندير كل كرة عفوا ندير كل كرة في كاغيط. هي حشوة وحدة نقدرو نديرو بها تزيينات مختلفة ونعمرو بها البلاطو ديالنا نهار العيد. وهاد الحليوات كيكونوا ساهلين على السيدة الموظفة ما عندهاش الوقت، كتبغي دير شي حاجة سهلة تقدرش قبل الفران، حيتاش الفران كياخد بزاف ديال الوقت. هادو ساهلين تقدر توجدهم في ساعة ديال المكانة، كمية لا بأس بها. كنتمنى تكون عجبتكم هاد الفكرة. غنبقى على نفس الطريقة تنسالي الكمية اللي عندي. الاشكال ديالي دابا وجدات، كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. والتزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم، كل واحد يزين بالطريقه ديالو. واللي جرب الوصفه يخليها لي في التعليقات، واللي اول مره يدخلش في القناه يشترك معايا ويبارطاجي القناه ديالي. وشكرا لكم على المتابعه، وصفه جديده ان شاء الله.